دنيا باطمة ملي كانت عندها 21 عام وهي كتهان 7 سنين وأنا واقفة 7 سنين وأنا كيتمسح فيا اليدين والرجلين هنا وفي البحرين، وكنقول ماشي مشكل باش ما نوصلش لهاد المجموعة الفضائح اللي حنا فيها الآن. ولكن كيجي واحد الوقت لقيت نفخي ديك البالونات، كيجي واحد النهار تتفرقع مقدريش كم. كنا كنوصلوا لواحد المراحل انا كيتسد عليا في الحمام، حتى كيجي باه هو اللي كيحل عليا الحمام، كنقول ما نخرجش والله ما نخرج، عندي غزال مسؤولية، خرجي وسكتي. كنخرج وتنسكت كنقول ماشي مشكل. كنوصلوا لواحد المرحلة كان يتسد عليا في الحمام، كنبقى نغوت في الغربة بوحدي معايا لا مي لا با حتى واحد. كنبرك في طبلة بوحدي، كنشوف عائلة دايرة في الطبلة وأنا يمكن المغربات اللي غيحسوا بيا والمغربات اللي غيعرفوا علاش انا تنهضر علاش انا عانيت واحد الفتره وساكته وما درت حتى شي رياكشن ولا طلعت هضرت ولا تكلمت باش نوصلش لهادشي اللي انا فيه دابا. نزيدكم لانه الكارو كان غيتخشى ليا في عينيا لو ما درت لي يدي، انه انا تندفع وتنتقش قدام بناتي وبناتي تيغوتو تيبكيو وماما ماما والغوات نايض على هادشي الطلاق، ولانه كانوا كيوصلوني بزاف ما مره ما جوج راجلك في الاوتيل الفلاني راجلك في الاوتيل الفلاني مع فلانه.